دون تحقيق إنجاز يذكر، السفن الحربية الأمريكية والأوروبية تغادر البحر الأحمر، حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور آخر المغادرين. ضغوط العمليات اليمنية ونذر إعلان صنعاء مواصلة هذه العمليات وتصعيدها، إضافة إلى توسيع مسرحها في المحيط الهندي ضمن قائمة دواعي الانسحاب. طبعا هذه الانسحابات المتتالية إن دلت على شيء فإنها تدل على فشل المهمة التي أعلن من خلالها عن تحالف ما يسمى بتحالف الازدهار أو حارس الازدهار. وطبعا هذا التحالف المزعوم لم يكن سوى قناعا لتأمين المصالح الإسرائيلية بعد أن أعلن اليمن وقوفه إلى جانب غزة. وبالتالي هذه السفن الحربية وكل ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية مع حلفائها في هذا التحالف لم يفضي إلى أي نتيجة، ولم يوقف العمليات من قبل الجيش اليمني والقوات المسلحة اليمنية وحركة أنصار الله. اليوم نحن أمام الوقائع التي تشهد بأن هذه المهمة فشلت، وبطبيعة الحال سوف يكون هناك هزيمة مدوية لهذا التحالف وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية. فترة قصيرة من إعلان التواجد الغربي في البحر الأحمر تكبدت خلالها القوى الغربية خسائر كبيرة، استهداف شبه يومي للقطع الحربية في البحر بما تحمله من أسلحة متطورة ومنظومات جوية باهظة الثمن، أثبتت عجزها عن حماية البوارج العسكرية بمواجهة صواريخ اليمن وطائراتها المسيرة. لديها قدرة في باب المندب والبحر الأحمر وبحر العرب على استهداف كل السفن بما لديها من قدرات عسكرية. ربما يكون هذا الذي دفع الأمريكي إلى التراجع واعتماد خطط أخرى. بكل الحالات هو حتى الآن ينتقل من فشل إلى آخر. لم يستطيع حماية السفن الإسرائيلية أو السفن التي تتوجه إلى الكيان الصهيوني. بالمجمل استطاع أنصار الله أن يقطع العصب الاقتصادي للكيان الصهيوني. انسحاب السفن العسكرية الغربية بما ينطوي عليه من هزيمة يؤكد وفقاً لمراقبين فشل استراتيجية القوى المعادية في مواجهة اليمن وإخفاقها في تحصين أهم قطاعها البحرية وانكشاف الأسلحة التقليدية للغرب أمام الأسلحة الحديثة التي برع اليمن في صناعتها وتوظيفها في المواجهة. اليمن عندما أعلن وقوفه إلى جانب غزة كان يتوقع كل شيء، وكان يتوقع أن يكون أيضا عرضة لهجوم من هذه الدول. الآن ما الذي ستفعله؟ أكثر من العدوان والغارات التي استهدفت الأراضي اليمنية. مهما غير التحالف الأمريكي ومن معه من استراتيجيته في مواجهة الشعب اليمني سوف لن ينقل المزيد من البأس والقوة والصمود، ولن يغير الشعب اليمني بطبيعة الحال من قراره. منذ أول أيام طوفان الأقصى قالت اليمن كلمتها، جبهة الإسناد لن تتوقف حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة، لتثبت يوماً بعد آخر أنها تعرف جيداً من أين تؤكل كتف هذا الكيان الغاصب وداعميه.